من قاومتم سنوات المحن والتغير والعار، يا من خرجتم لتقولون لا لإهانة الشعب، لا للضعف، لا للعزل والانكسار. شباباً إذ نامت عيوننا فإننا بقرنا بقور الطير نستقبل المجد. سلاماً شباب مصر في كل موقع، على الدهر يبني مصر أو يجلب النصر. صنعتم ثورتين، زلزلتم عروش الفساد، وقهرتم جحافل الضعفاء والمهزوزين. بعد أن ظن الفريقين ظن أولهما أن مصر بدت عزبة وتكية ومطية ليحولون إلى إرث وعقار، فجاء نداء جد الثوريين عرابي زعيم الأمة عرابي في وجه الطاغوت: والله الذي لا إله إلا هو لسنا عبيداً أو تراثاً أو عقاراً، فلقد ولدتنا أمهاتنا أحراراً فلن نستعبد بعد اليوم. هكذا زلزلتم عصر أصحاب العزب والتكايا والوسايا، وأعدتم لمصر روحها ووعيها وكرامتها الإنسانية، ثم انتفضتم حينما خرج النظام الذي أفرزته ثورتكم الأولى عن مطالبها، وأراد التحول بمصر إلى التبعية والتقزيم والضعف. إذ تحول مصركم الكبرى وتاريخها العظيم إلى مجرد ولاية في أضغاث أحلام، مشروع دولي وهمي مستتراً بعباءة الدين، والدين منه براء. فخرجتم لتعيدوا المسار ولتكاتف معكم ومع شعبكم المصري مصنع إعداد الرجال في مصر وهي مؤسسته العسكرية، حماة الوطن وشرفه ومجده، لتنتصروا وتنتصر ثورتكم الثانية. الآن والآن حصحص الحق، فأنتم الركن الركين في القاعدة التصويتية، أنتم يا شباب مصر. فلن يصرع مصر الشابة غير شبابها، لا تخوين ولا إقصاء ولا تهوين، لا تهميش ولا تقليص. والله لن تترك دماء أطهر ما فينا والذين رحلوا حتى يضعوا مصر الجديدة. والله لن يغير مصر إلا المصريين. فتحية وسلام لشعب مصر وشباب مصر ورموزها الوطنية.